سنعاد حضرتك كنت اصلا راس حربه يعني مميز، وبرضه واحنا بنعمل عمليات التقييم دي والدوري خلاص يعني في مراحله الاخيره، لو نقيم بقى مستوى المهاجمين في الاهلي بشكل خاص وفي الدوري هذا الموسم بشكل عام، قيم لي كده المهاجمين من وجهه نظر حضرتك. احسن مهاجم في مصر مروان، مروان محسن بيمتاز بكل حاجه، بيسدد رجليه الاثنين، قوي، سريع، بيأدي واجب الدفاع والهجومي، بيمتاز بضربات الرأس سواء على العرض القريبة أو في الكرات العالية، بيحضر، بيبقى محطة، بيتحرك لزمايله عشان يفتح لهم مساحات، كل الميزات موجودة فيه. اللي أنا بتمناه، وكابتن هاني عارف الكلام ده كويس، وده بنادي بيه يعني، وأحيانا يعني بتدخل في شغل غيري للأسف يعني، ان انا عايز اليوم المفتوح. انت قلبك على شغل اليوم المفتوح. انت قلبك انا عايز اليوم المفتوح. اليوم المفتوح بمعنى ايه حضرتك؟ ان انا سردباكين عندنا حصل مثلا ايه ديفو بسيط كده، فانا اجيب السردباكين الصبح ازاي يقفوا وازاي يتحركوا. طبعا انت التخصصي يا كابتن، التخصصي ده يتعمل الصبح، ما يتعملش مع الفرقه كلها. التدريبات التخصصيه اجيب مروان، اجيب مروان 100 كوره حاططهم من 50 من يمين و50 من الشمال، ما تستناش الكره لما تجيلك، انا اعمل له العرضه القريبه، وبعدين التفاهم والانسجام ما بين هاني او فتحي وبين مروان، وانا باصص لكابتن هاني وهو بيعمل الاوفر، انا عارف ان انت عايزها فين، عايزها القريبه ولا البعيده ولا في نص الجول، ولا عايزها الارتفاع ده ولا عايزها الارتفاع الاكتر. التفاهم ده بالتكرار هيجيده، لازم كل يوم يتمرن على الاقل. وده دي الرساله اللي انا ببعتها لمروان، انك انت على الاقل كل يوم ساعه شغل على الجول، ما تستناش الكوره تروح لها. في احيانا كور المدرب طبعا بيبقى معاه سرتباك، ازاي يهرب منه يجري ويروح واقف، بحيث انك انت التدريب التخصصي ده مهم يا كابتن، في غايه الاهميه. بتتكلم كمان على نقطه مهمه، ان انت كلاعب حتى تحس، وانا عارف مروان من يعني من ولادي اللي انا عارف بيتمرن كتير جدا، لكن الجزء التخصصي ده مهم جدا، وعمليه التفاهم ما بينه وبين الاطراف خاصه ده كمان. كان زمان بيقول لك يعني فلافيو مثلا مستني كوره بتاعت جيلبرتو سيد معوض، وعارفين الكره بتروح فين، سيد معوض اول ما يعمل الكره كده، اسلام الشاطر يعمل الكره كده، عماد متعب عارف الكره رايحه فين. فده محتاج اولا تدريب، لكن كمان محتاج ثبات تشكيل، لان ثبات التشكيل هو ده اللي بيدي كمان التفاهم ما بين كل الخطوط.